يا حكومة ايش فيكم ساكتين؟ رافين باللي قاعد ينقال؟ الأخ الرئيس، احنا راضين بكل شيء يقولون الأخوة النواب، هم يفصلون واحنا نلبس، وعلى ما قال المجلس سيد قراراته. لا والله خوش حكومة انت وارش حق حار قلبي. يلا يبا يلا تصويت على اقتراح نفي ابو قتادة ابو نبيل من الكويت، الموافق يرفع ريله. قصدي ايده. انت ارفع ايدك، يلا ارفع ايدك. انت ممثل الشعب، لازم تدافع عن مكتسبات الشعب، وانت يا وزير ارفع ايدك يلا. وقف بالزاوية اقول، ارفع ايدك لا استجوبك. يلا يلا الله يستجوبك عقال. وين وافق المجلس بالاجماع على نفي ابو قتادة وابو نبيل وربعهم، ويحال القرار الى الجهات المختصة. بالدور يا شباب بالدور، ما راح اطير. الطير هو 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 شي طيرك؟ لو يركبون لك انحان طيارة جنبه ما تطيرت. يا حلوتي يا ام نبولي، يا حلوتي انت. يبا يما عاد كل شيء ولا المعجبين، لازم نسوي لهم كل اللي يبونه. واي شنو هذا؟ قلنا معجبين بس عاد مو كذي. تبي رقمي؟ هاكاك يلا ما يخالف. متى بدق علي؟ أنا أبو نبيل، أريد أقرع لي القلم بنفسجي. يا قالي والطلب هامباي، نابولي حبيبي عنده أقلام بنفسجية. نابولي حبيبي وينك باباتي؟ انزين ايش فيكم مستعيلين؟ كلكم بوقع لكم باباتي واحد واحد يا حلوين، واحد واحد. وين راح ابو نبيل؟ ام نبيل وين راح ريلك؟ منهم ما يوزون، اكيد يبي يلعب البيده ولا حي الميت. ابو نبيل يا ابو نبيل اطلع اقول لك. جيتك يا ابو نبيل، ان ما خليتك تصير ادمي فشيتنا. يعني يا اخي والله يعني. اي والله نبي طباخ بقتاده الزين. يا ابويا احنا تغدينا الساعة 2 ولسه الساعة 4، لهقت الجوع يا مفاجيع. يا مين والناس نايمين؟ ايه يا ابو مصعب؟ واحنا اللي اكلنا ده بتسمى غدا يروح امك؟ ده اكل عيال. اكلت البيج ماك كله يا ابو عمارة وما تركت حاجة للبذورة يا شيخ، ما ينفع كده مرة. ولا مؤاخذة البيج ماك لما تحطه مع الفرنش فرايز وتدفشه في الميلك شيك ما تقدرش تقف بعد كده. يا الهي هذا بستوك منو حاطه هني؟ فتشة يا ابو قتادة، شوف ايش فيه. اشوف الله لبن عز الطلب يا ابو عمارة. شوف قبلة يدوية. الله عز الطلب. ايه ده تلمسوه؟ يا سلام، ده أحلى تيراميسو كلته في حياتي. يا شنكوف أنا لازم أعمل فيها عملية إرهابية مرة. الله عصيدة بازوكا وشارب الشطة قنبلة عنقودية. أكل وسلاح عز الطلب. أوه شنو هذا؟ كيك التمر استندات إسلامية كاتيوشا عشان نضرب فيها عدو الله. يا سلام كبسة باللبن، يا عيني يا أيام جدة يا عيني. إلهي ما هذا؟ يا نهار أزرق في بنبي. إيش هذا يا شيخ؟ ما ينفع كده مرة يا أبويا، إيش هذا الكلام؟ رفعوا لنا الملاعيني والله سووها، يدرون فينا نحب الأكل والسلاح ويناهم نركض مالت علينا. لا 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 لا، انتو مين؟ عايزين منا ايه؟ الموساد، اكيد الموساد، هذه هي سوالفهم. يا ولدي كم مرة هقول لك ما يقولون ها؟ قل الو الله بخير يبا. هلا والله. اقول مو هذا بيت ابو مشعل؟ هذا بيت ابو مشعل وانا ولده. انت من ابوك ومن اي قبيله؟ صبرك علينا يبا. يا
أنا دا قبل لكم خبر يسوى ذهب. يا ويلتي ويلته، هذا منو في تلفونه؟ ها ها، لحظة لحظة يمه، خليني الحاج الرجال. أشوف، عطني السماعة. ها ألو، حبك ألو بو مشعل. اي نعم، من معي؟ شوف بو مشعل، انا ريال جايب لك فلوس لي عندك، ايش رايك؟ فلوس؟ كان زين، بس شلون؟ الدنيا ما فيها شيء ببلاش. لا تشوفني كذي بدوي فقير، تبي تقص علي؟ لا، وين اقص عليك؟ انا جاي بعطيك قرض. وراس امك يا معود، حبيتك المصاريف زايده، خشمك يا ولد خشمك. شنو 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 بو مشعل، شنو راس امك؟ بيعطونا قرض يا مشعل، بيعطونا قرض. يا بو مشعل، قرض ما يبي. حبيبي حبيبي، تعال تعال حبيبي، انت معاش مال بو مشعل خلاص، كله عند بنك، ماكو معاش، ماكو قرض، خدا حافظ، اوريفوار بالفرنسي. لحظة لحظة لحظة، يعني خلاص ما انت معطينا؟ انت تحب القروض ولا ما تحبها؟ احب القروض واحب ابو رمية، اي لاف يو. انا اعطيك بس معاشي كله محجوز عليه في البنك. معاشك، معاش امك، معاش امتك، كله في بنك. ما هي مشكله، احنا نسلفك والضمان معاش ولدك مشعل لما يتخرج يشتغل، اذا اشتغل. يا مشعل، تبي قرض على معاشك لما تتخرج؟ لا 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 لا، مشعل حبيبتي، قروز يصير مديونيات صعبه، ومديونيات صعبه، وايد صعبه. صعبه يعني مثل الانجليزي، اجيب دويحه. يا مشعل، انت ما تحب القروض؟ الا احبها ونص. الرجال اللي ما عليه قروض ما هو برجال هيبه. ياو، اسد لك ولا دبوك. خلاص موافقين، كم بتعطونا؟ طشت، قصدي درج الولد. الولد شناوي يشتغل؟ يا ابوك انت وش ناوي تشتغل؟ انا ابي اصير بالهجانه. يقول بالهجانه. بالهجانه يعني ركض بعارين. معاشه 300 دينار، يعني يطلع لي 10000 دينار بس. ولو قلنا هي بيصير طبيب؟ هذا ابو مشعل يجيب ثلاثة دويحة، شلون يصير طبيبة؟ لا لا لا، طبيب 3000 دينار، مع الكادر 5000 دينار، التخصص 7000 دينار، وبدل مصفط وبدل بجارة وبدل إبرة، يعني يطلع لك نص مليون دينار. نص مليون؟ يا ويلتي ويلتي. وموافقين، وين اروح؟ اي بنك، اي بنك. لا 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 يبا، لا لا، احنا مو بنك. مو بنك؟ اجل انتم مينو؟ مانو مانو، انتم مانو؟ احنا الجهات المختصة، ما تشوفني متلثم؟ انتم قاعد تشوفني صح؟ الجهات المختصة؟ والله اني اول مرة اسمع فيكم. انزين انتم وين؟ عشان اجيكم انا ومشعل. انا بعد يبي يشوف نص مليون تومان. دينار يا مشعل، مهب تومان. لا يبا لا تجينا، احنا نيك ناخذك ونيبك هني لمقرنا، اوكي؟ انا اشهد انك فرز قلاص، والله انك فرز قلاص. اسمع، ربع ساعة احنا عندك، انا مو هني. هذا منو؟ يها، صار عندنا فلوس والكل يبينا. يا ابوك قم افتح الباب، هذا اكيد الجهات المختصة. الجهات المختصة؟ انا ما سويت شيء، والله ما كسرت جنب سيارة الناظر، ولا حركت المقصف، ولا طقيت ولد ابو عبد الله، والله والله. يا ابوك الجهات المختصة هم اللي بيعطونك القرض، قم افتح الباب قم. ها، هم اللي بيعطونا القرض؟ والله انك ما قرأت فضحت نفسي في اسراري. مساك الله بالخير طال عمرك، احنا الجهات المختصة طال عمرك، تفضل معانا عشان نعطيك القرض طال عمرك. يبا الرجال يقول لي طال عمرك. اي لازم تتعود يا ولدي، انت الحين صار عندك نص مليون، يعني انت نص مليونير. وعليا نص مليونير؟ مش الحبيبتي طاح نصك يا يمه، وش الهرج هذا؟ بو مشعل طال عمرك. ها، منو طال عمرك؟ ها ام مشعل طال عمرك. خشمك حبيبتي مشعل طال عمرك. يا بعد خشمي والله. تفضلوا معنا عشان تستلمون الفلوس، تفضلوا. ما ادري والله، بس شني مو بحاجة الفلوس. الفلوس! الفلوس! تعال الفلوس! الله! مش نروح مقر الجهات المختصة قدامي. يا ولد، لا حنا يا كويتيين طايحين حظنا كذا. افا، من اللي طايح حظك يا ولد؟ وش اللي قاصرك يا ولد؟ في قطر معاشاتهم احسن منا، يعطونهم اكتتابات، يوزعون عليهم اراضي، وفي الكويت ما من شيء. هه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 
وهالجخور اللي انت قاعد فيه وعلى تلبناء وقرض البيت يا ولد، بقطر يعطونهم 50,000 ريال راتب حق اللي بالجيش وبيت حكومة ولا تنطر دور وسافرة لندن كل سنة ببلاش وثلاث خدمات وصبي وطباخ كلهم على حساب الدولة وكل سنة زيادة راتب 50%. أقول أحمد الله عن نعمة ترى حنا بخير. علامك تضحك يا ولد. تكسر وراء خاطر يا الكويتي. يا الكويتيين، وانت من الكويت يعني؟ ذاك قبل الحين خشينا الجنسية الكويتية وطلعنا القطرية. الله يعز جدوحة الخير. هي لعبة عبالك. تكفى يا ابو نزاع، هبة تابعية قطرية. يا ولد اسمها الجنسية قطرية ما هي بتابعية، لا تفضحنا. ايه ابا جنسية قطرية. وراك ما طلعت ذيك السنة مع عيال عمك يوم يطلعوا. يا اخوي ما هقال الكويت يصير فيها كذية. لا تخاف، انا اتوسط لك واطلع لك جنسية قطرية. والكويتية تروح علي، أخبات يزيدون المعاشات بالكويت. لا تخاف، يا كثر اللي عندهم جنازي ثانية، فيه نواب عندهم جنازي ثانية وخاشينها، رد عليك أنت، وبعدين خليجنا واحد وشعبنا واحد. هقا. هاي، ما يصير يا ولد، وآخر الكويت عليكم، ما يبين بعينكم. يا أبو فلاح، الكويت صارت زحمة، لازم نطلع ونخفف على الناس. وش الازعاج هذا؟ تلقى جيرانا مسوي لهم حفلة اسمها سمرة سمرة، حفلة الجواخير، ترى فيها اللي خبري خبرك يا ابو طيحان. اشهد اني احب اللي خبري خبرك. اجل وش نطرين يا ولد، قوموا قوموا هيا بنا نمرح. ايش فيكم؟ ينوت يا جزيرة بيض الصعو ينوت. لا يا وليدي لا تنطر، ما راح يطلعون. ما راح يطلعون؟ ليش يبا ليش؟ يما ابو قتاده وابو نبيل طردوهم برا الكويت. ليش مسوين؟ يبا ابو قتاده وابو نبيل طلعوا مو خوش ناس، يبون يخربون الكويت ويبون الاطفال الحلوين مثلك يهدون دراستهم. احنا لازم ما نحب ابو قتاده وابو نبيل. بس يبا انت كنت تحبهم، كنت كله طالعهم وياي. هذا قبل يا ولدي، هذا قبل. لا يبا لا، ابو قتاده وابو نبيل حلوين وانا احبهم. لا حول ولا قوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا، تفضل يا مهدلي يا صبي. سام عمي يب شاي حق عمك هنا. يلا حياك حياك يا الغريب ودي. شكرا شكرا. انا اخوك بو مجرن، اكبر تاجر في جزيرة بيض الصعو. بس انا اول مرة اشوفك هنا. ها انت من وين؟ انا من الكويت طال عمرك، تاجر كبير واسمي بونابيل. بونابيل؟ الله يقطع سوالفك على هالاسم. يعني ناقد الا ما قلت لي يا ابو مجرم. قصدي ابو مجرم. ايش رايك فيني وانا ضاغطك؟ كفك بط 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 كاتشب. ايش التاجر فيه انت؟ كل شيء يا بونابيل كل شيء، اورد شندل وباص تشيل من جزيرة بيض الحمام، واصدر لهم التمر الزين الزين الزين، ها مو اي شيء مال جزيرتنا. عندي 120 بوم، وهم عندي سلمك الله، هم هرب ذهب، السر عندك بالامان، لا تقول حق احد. اي مو عيب، كل التجار عندنا اي بالكويت كانوا يهربون ذهب، والحين صاروا مليارديري. مربحها زين وانا اخوك. الا ما قلت لي ايش جايبك جزيرتنا، اكيد عندك تجاره وذي. السر عندك بالامان، عندي مركب عود 4 طوابق. الله 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 الله، 4 طوابق مره واحده؟ قصر حسك عن خيرك وبعدين اذكر ربك. ايش فيك انت؟ ما شاء الله ما شاء الله، شو محمل فيه؟ محمل فيه كل خير، الحرير والبهارات والجواهر والشندل والباسكين والتمر والماوى والعيش والشاي والقهوة. آي وكتكات وفراولة وحفاضات وقواملك وسكربين وفنايل وبفق وفازلين وبراقع وسفايف.